ليس هناك أي دليل أبلغ من هذه الصورة ليعبر عن فداحة الوضع الإنساني المأساوي في غزة، حيث تحولت أعلاف الحيوانات إلى غذاء للبشر. من لا يموت من القصف قد يموت من الجوع. هذا هو التحذير الذي يطلقه مسؤولون فلسطينيون وتناشد منظمات دولية العالم بشأنه، طبعا وسط مخاوف دولية من مجاعة محققة. أنقذوا غزة من المجاعة، هذا الوسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نداءات واستغاثات ومناشدات متكررة من منظمات إنسانية لتوفير الغذاء اللازم للقطاع. مشاهدينا، الغذاء ليس شحيحا فحسب، بل الحصول عليه مستحيل بالنسبة للبعض. فعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت فيديوهات تعبر عن فداحة الوضع الغذائي، لدرجة أن أهل القطاع اضطروا في بعض المناطق لطحن أعلاف الحيوانات لاستخدامها كدقيق لصنع الخبز بعد نفاد ما لديهم من دقيق، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الغذاء وجميع الموارد. الشعير الذي يستخدم الحيوانات أصبحنا في شمال قطاع غزة نطحنه من أجل أن نصنع منه طحينا. طبعا هاي المطحنة الوحيدة الموجودة في الشمال هي مطحنة قديمة أصلا، يعني عمرها ما يقارب 100 سنة، قدرة إنتاجية ضئيلة جدا مع وجود كميات قليلة من القمح، اللي هو أصلا هذا القمح يعني مخصص للطيور الدواب الله يعزها، الناس اضطرت تستخدمه. شوفوا على المطحنة هاي، طبعا قد تشوف الدور يعني بالاسم، شوف الدور قديش بنتظروا على الدور عدة أيام عشان يطحن القمح له أصلا للطيور أو للدواب، وبعد هيك بيستخدموا يعملوا منه خبز. يعني ملخص كثير للمعاناة، خلينا نقول في مجاعة في شمال قطاع غزة. الناس بدأوا باستخدام مخزون الشعير والذرة اللذين من المفترض أن يكونا غذاء للحيوانات، ولكن حتى مخزون الأعلاف يكاد ينفد وسط الحديث عن بوادر مجاعة في شمال ووسط القطاع. هذا طبعا ما أفادنا به فريق عمل بي بي سي في غزة. لكن ما مدى قابلية جسم الإنسان للعيش على الأعلاف المخصصة كغذاء للحيوانات؟ سؤال أجابتنا عليه أخصائية التغذية مجد الخطيب. نحكي شوي هذه الأعلاف من شو مكونة. هي عبارة عن تبن، برسيم، ممكن يكون فيها شعير، ممكن يكون فيها حبوب الصويا، وبنفس الوقت ممكن يكون فيها حبوب الذرة، وحبوب الذرة هاي مش نفسها الذرة الحلوة اللي بتناولها الإنسان، بالإضافة لكتير من المواد المضافة لتغذية الحيوانات واللي هي ممكن تكون مضرة جدا لجسم الإنسان. هذه الأعلاف ما فيها أبدا بروتينات ممكن تكون مفيدة لجسم الإنسان، وبنفس الوقت هي عبارة عن ألياف كتر تناولها ممكن يسبب ضرر للجهاز الهضمي، سواء كان من التقرحات أو ممكن توقف إنزيمات الهضم اللي موجودة بالجسم، بالإضافة لكتير من الأضرار اللي ممكن تصيب الجسم والغدد الثانية. كتر تناول الألياف ممكن يسبب الإسهال، وبالتالي كتر الإسهال ممكن يسبب الجفاف ويفاقم المشكلة أكثر. جسم الإنسان ما بتحمل أبداً يقدر يتناول هذه الأغذية لفترات طويلة. طبعاً الطوابير الطويلة للحصول على الطعام ما تزال هي الصورة السائدة في مراكز الإيواء والمخيمات، مع تكدس الأطفال والنساء الذين يحملون قدوراً لملئها من وجبات الطعام التي يجري إعدادها. مشاهدينا، الحظ لا يحالف الجميع في الحصول على وجبة يسد بها رمقه رغم ساعات الانتظار الطويلة في الطوابير. أحد الفيديوهات التي انتشرت من جنوب القطاع كانت لطفل عاد بقدر فارغة لم يتمكن من ملئها، والسبب كثرة التزاحم وقلة الطعام المتوفر. موت أحمر، هذا ما قاله الطفل معبرا بلهجته الفلسطينية عن صعوبة الحصول على الطعام. الجانب الإسرائيلي كان قد رد في السابق على الاتهامات بمنع إدخال المساعدات للقطاع، حيث قال الضابط في هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية إيلاد جورن
نحاول توسيع المساعدات الإنسانية، وقد دخل أكثر من 60,000 طن من المساعدات عبر معبر رفح، ونود أن يزيد المجتمع الدولي قدراته. إننا نسمح بدخول مئات الشاحنات إلى غزة، إنها مجرد مسألة لوجستية، وما يمكن للأمم المتحدة أن تستلمه وتوزعه داخل غزة. طبعا الوضع في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن. هكذا عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، محذرا من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. With hundreds of thousands without anything, without shelters, without food, without medicines, and under the bombs. And every day there is a high toll of civilian people being killed. Many ministers have said that there are too many. Well, the question is, how many is too many? Too many, what does it mean too many? Well, too many is 25,000 people. How long is it going to continue? يعول سكان القطاع على ما تحمله شاحنات البضائع عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. ومن خلال هذا المعبر يصل القطاع نحو 100 شاحنة يوميا في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس. قبل الحرب كانت احتياجات غزة لا تقل عن 500 شاحنة يوميا. وتتبادل مصر وإسرائيل الاتهامات حول مسؤولية إدخال المساعدات عبر معبر رفح. وبالرغم من المناشدات المستمرة ودق ناقوس الخطر حول الوضع الغذائي في القطاع، إلا أن الوضع لم يتغير ولم يصل إلى درجة احتواء وقوع كارثة مجاعة بعد.